لقد أسست المحاكم الحديثة التي تعمل في ظل الشريعة الإسلامية العادلة، ومحكمة العمل هي إحدى هذه المحاكم التي خصصت لتسوية الخلافات بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق كلا الطرفين ورعاية مصالحهما. إن قطر اليوم ليست مجرد مجتمع ثري، وإنما هي دولة صالح عام. فلأبناء قطر هؤلاء قطعت مشاريع الإسكان العام شوطا بعيدا، وتهدف هذه المشروعات إلى تسهيل اقتناء أبناء البلاد مساكن حديثة تتوق النفس إلى اقتنائها. وصاحب هذا المسكن الجديد يتمتع بتشريع اجتماعي فريد، فأمامه ربع قرن من الزمان يسدد فيه الدين الذي أتاح له اقتناء هذا المسكن دون أن يدفع فائدة على الإطلاق. وإذا ما أصيب بمرض يمكن للتسديد أن ينتظر، وإذا ما توفي في تلك الأثناء يصبح المنزل تلقائيا ملك أطفاله. فيما يتعلق بالخدمات الصحية في قطر، فهناك الآن مستشفيات حديثة كاملة العدة تقدم العلاج مجانا لكل شخص مهما كانت علته. فلأي مواطن من مواطني دولة الصالح العام الصغيرة هذه البالغ عددهم 100,000 نظام خدمات صحية مجانية تماما. وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم يكن بالإمكان علاج المريض في قطر فإنه يرسل إلى الخارج على حساب الحكومة. ومن يولد في قطر اليوم هو وريث مستقبل عظيم. وفي نهاية الشارع تنتظر سيارة المدرسة لتنقل أطفال المنطقة إلى إحدى مدارس قطر التي يزيد عددها على 100 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية. والتعليم لكل طفل وراشد مجاني، والملابس مجانية، والكتب مجانية، والنقل مجاني، وكل ما عليهم هو أن يتعلموا. وهذا ما يفعلون بعزم وغيرة واجتهاد. ولا تدخر قطر وسعا في المساهمة في جميع المشاريع التي من شأنها منفعة جميع العرب، كما أنها تتكفل بنفقات المدارس ورواتب المدرسين في دول أخرى في الخليج العربي، وتعطي منحا دراسية للطلبة من أبناء هذه الدول الأقل ثراء والذين يقيمون في قطر ويعاملون كأبنائها. Thank you.
شيء تغير إلا شيء واحد، ألا وهو الإيمان القوي برسالة المحبة والسلام، الرسالة المحمدية الخالدة التي لن تغرب شمسها أبدا. إن القطري لا يكاد يذكر اليوم عن الصحراء سوى أنها مكان كان البدوي يضرب فيه خيمته في وقت من الأوقات، كما يفعل ابنه الكشاف في سنوات دراسته اليوم. في خلال 10 سنوات غير النفط معالم هذه الأرض، وقدمت للعالم عبرة بما استطاعت أن تحققه عن طريق الجمع بين التنظيم السليم والتطور الحكيم لصالح المجتمع بكامله. لقد تحقق كل هذا في قطر.